لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا والمسلمين والمسلمات على حياء منهم والله امين. اذا الحج محمد عربي قال شو هذا الحج عربي قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هاجنا واخواننا من النار باكمل انتواء لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا هذا صمد فرد ميتنا حيا قيوما دائما ابدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك لكم يا اهل القبور انا ان شاء الله بكم للاحقون استعيذ بالله امام خطیب پیرزادہ الحاج محمد حسین صاحب قادری اس درگاہ امیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حق بہان میل گویا خدا سے رحمت قیمت ومجھ حسن کے سکر تک قیمت تک آجا